من القاهرة معي محمد حامد، الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد محمد. سترون، هذا كان الجواب الذي قاله ترامب عندما سئل عن ماذا يقصد في مؤتمره الصحفي عندما قال الهدوء ما بعد العاصفة، هذا الهدوء الذي يسبق العاصفة. كيف تتابع هذا الموضوع سيد محمد؟ طبعا انا بشوف قضيه كوريا الشماليه دي قضيه شائكه جدا وقضيه مؤرقه للمجتمع الدولي، وان المجتمع الدولي ما زال عاجز للتعامل معها بشكل سلمي حتى الان، وان التلويح بالخيار العسكري ما زال مطروح على الطاوله. اذا نظرنا الى كلمات ترامب خلال الشهرين الاخيرين حول كوريا الشماليه فكلمات عنيفه للغايه، بل انه كلمته في امام الامم المتحده في سبتمبر الماضي تحدث عن ان دول الشر التي يراها حاليا هي كوريا الشماليه وفنزويلا وكوبا وايران، كل هذه الدول وضعها في بوتقه واحده على رغم اختلاف المشكلات الدوليه التي تمثلها في يعني داخل المجتمع الدولي، ولكن تشبه ايران وكوريا الشماليه في قضيه البرنامج النووي لكل من البلدين. وما زال الجميع يلوح بالخيار يعني العسكري تجاه كوريا الشماليه وايران، خاصه في ضرب المنشات النوويه، ولكن للاسف تشابه القطبتين ايران وكوريا الشماليه يعود الى تاثير الضربات على الجيران، والجيران هنا حلفاء الولايات المتحده كوريا الجنوبيه واليابان، وفي دول الخليج فهي حليفه للولايات المتحده. انا بشوف ان تهديد بريطانيا النهارده تهديد يرجع الى ان حكومه المحافظين في بريطانيا تسعى الى خلق قضيه سياسه خارجيه جديده للتشويش على يعني النتائج المترتبه على البريكزيت والتي تؤثر سلبا على الاقتصاد البريطاني وتؤثر. طيب هذا فيما يتعلق ب نعم هذا فيما يتعلق بالشق البريطاني، يعني اذا ما تحدثنا عن الازمه باكملها فيما يتعلق بالتصعيد من جانب واشنطن على الاقل بدون تطرق لدول اخرى، سننتقل لمرحلة أعلى من هذه التصريحات السيد محمد؟ لا أتوقع ذلك، خاصة أن إدارة ترامب ما زالت إدارة غير متجانسة فكريا، فالدفاع وزارة الدفاع الأمريكية تفكر بطريقة ووزارة الخارجية تفكر بطريقة أخرى، والرئيس ترامب لديه رؤية مختلفة. عندما يحدث نوع من التجانس في الإدارة الأمريكية وأن تكون أو يجمع ثلاث رؤوس وهي البيت الابيض والخارجيه الامريكيه والبنتاغون على فكره واحده في مواجهه كوريا الشماليه، سيكون في النهايه قرار حقيقي لمواجهه كوريا الشماليه. ولا ننكر ان اختلاف الثلاث رؤى يفيد كوريا الشماليه، يعني كوريا الشماليه مستفيده من هذه الرؤيه المختلفه للثلاث مكونات في الاداره الامريكيه، وايضا الصين مستفيده من التردد الامريكي امام الاستفزاز الكوريا الشماليه. نعم. لا ننسى ان كوريا الشماليه الحليف الاول ليها هي الصين، هي ما زالت مطمئنه فيما يتعلق بتردد اذا ما قلت عنه سيد محمد الامريكي او فيما يتعلق بملف كوريا الشماليه حتى بعد تصريحات ترامب وما تلاه من تصريحات بريطانيا بأنه تخطط لحرب. نعم، لم أسمع السؤال. ما زالت كوريا الشمالية لا تتوقع ردا عسكريا من قبل واشنطن، خاصة بأنه يعني الكل يقولون بأنه لا يملك الرئيس الكوري الشمالي من التعقل ما يمكن أن يردعه. ايوه انا اتفق مع ذلك، ان الحل العسكري لم يتبلور، ما زال الحل السلمي هو الذي على الطاوله، ويجب العوده اليه عبر احياء المجموعه الثلاثيه للتفاوض التي كانت مكونه من الولايات المتحده وروسيا واليابان وكوريا الجنوبيه والصين وكوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه ايضا. كل هذا سيكون يمهد لعلاج الازمه بشكل حقيقي، وجدنا الرئيس بوتين تحدث صراحه في اكثر من موقف في اكثر من حديث ان الحل في شبه الجزيره الكوريه يجب ان يكون حلا سلمي. لا يجب، ولا ننسى ان اوروبا تريد حلا سلميا ولا تريد ان تسير في ركب سياسه ترامب المتهوره والتي لم تنطلق بعد. علينا ان نتفق ونقول من منبر قناه الان ان سياسه ترامب الخارجيه لم تنطلق، وهذا سنتابع كل التطورات المتعلقه بهذا الموضوع. شكرا جزيلا لك من القاهره محمد حامد، الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدوليه.